اهلا بكم معنا في قناة اقرأ لي كتابا. النهاردة هنقدم ملخص لكتاب اسمه كيف تكسب الاصدقاء، المؤلف ديل كارنيجي. الكتاب مكون من 5 فصول. في مقدمة الكتاب ركز ديل كارنيجي على ضرورة تأليف هذا الكتاب، لانه على مدار 20 سنة حاول يلاقي كتاب بيعلم هذه الاساليب لكنه لم يجد. ديل كارنيجي قرأ عديد من الكتب والمجلات وسجلات محاكم الطلاق لكي يجمع معلومات تساعده في تأليف هذا الكتاب. كمان التقى بالعديد من الناجحين في علاقاتهم الإنسانية لكي يعرف سبب هذا النجاح. بمعنى أن القواعد الموجودة في هذا الكتاب ليست نظرية، لكنها طبقت في الحياة بالفعل وثبت نجاحها. وبيوضح ديل كارنيجي أن الهدف من هذا الكتاب هو مساعدة القارئ في اكتشاف وتطوير ذاته من خلال الصفات النائمة التي لا يستخدمها. وهذه هي القواعد التي قدمها لنا ديل كارنيجي لنجاح علاقتنا الإنسانية. القاعدة الأولى قدمها ديل كارنيجي في الفصل الأول متمثلة في الفنون الأساسية في معاملة الناس. يقول ديل كارنيجي: إذا أردت أن تجمع العسل لا تركل الخلية. بعد سرد بعض القصص عن قناعات بعض المجرمين تجاه أفعالهم الشريرة وتبريرها حسب معتقداتهم، استنتج ديل أن 99% من الناس لا ينتقد أحدهم نفسه. وقال ديل كارنيجي أنه لا جدوى من الانتقاد الذي يضع الإنسان في موضع المدافع عن نفسه لتبرير أفعاله، ولأن الانتقاد يجرح كبرياءه ويؤذي إحساسه. وقال: دعنا ندرك أن الشخص الذي ننتقده ربما يبرر أفعاله وربما يديننا بالمقابل. ثم قال ديل كارنيجي أن أي أحمق يمكن أن ينتقد ويدين ويشتكي، معظمنا يفعل ذلك، ولكن الرجل العظيم تظهر عظمته عن طريق معاملته لمن هم أقل منه. فبدلا من إدانة الناس دعنا نحاول أن نفهمهم، هذا مفيد جدا، خير من الانتقاد، وبالتالي فإنه يولد العاطفة والحب والتسامح. ولكي تفهم الجميع سامح الجميع. القاعدة الثانية في الفصل الثاني متمثلة في 6 طرق لكسب محبة الناس. هنا بيوضح ديل كارنيجي أهمية حب الناس والاهتمام بهم، فيقول: اكتشفت من تجربتي الشخصية أن الإنسان يمكنه جذب الأنظار إليه ويحصل على المساعدة من الناس بالاهتمام بهم اهتماما زائدا. ثم وضح أهمية الابتسام قائلا: اجبر نفسك على أن تبتسم حتى ولو كنت بمفردك. وهنا أشار إلى أهمية السيطرة على الأفكار عن طريق القوة الداخلية التي بداخل الإنسان وليست الظروف خارجية، لأن السعادة بيجلبها الإنسان لنفسه عن طريق سيطرته على أفكاره المزعجة. كما وضح ديل كارنيجي أهمية مناداة الناس بأسمائهم، لأن أي إنسان بيشعر بالتقدير بسماع اسمه فهو أحلى وأهم صوت يسمعه. وينصح ديل كارنيجي بالاستماع والإصغاء للناس، فيقول: لو أردت أن تكون متحدثا بارعا فكن مستمعا يقظا. القاعدة الثالثة بيقدمها في الفصل الثالث 12 طريقة لكي تجذب الناس إلى طريقة تفكيرك. وهنا بيوضح أهمية عدم الجدال مع الآخرين، فيقول: وافق خصمك على الفور، لا تجادل عميلك أو زوجك أو خصمك، لا تقل له أنه مخطئ ولا توتره، ولكن استعمل معه الكياسة. ثم وضح أهمية الاعتراف بالخطأ واللين في التعامل، فيقول: بالشجار لن تحصل على شيء، ولكن باللين تحصل على أكثر مما كنت تتوقع. ويقول أيضا: إذا أردت تغيير الناس دون كراهية أو إهانة، حاول بأمانة أن ترى الأشياء من وجهة نظر الشخص الآخر. القاعدة الرابعة بيقدم فيها طرق للسيطرة على الناس دون إساءة أو استبداد. يقول ديل كارنيجي: لكي تسيطر على الناس دون إثارة غضبهم أو الإساءة إليهم، ابدأ كلامك بالثناء الجميل والاستحسان المخلص. بيوضح في هذا الجزء أهمية الثناء على الآخرين ولفت انتباههم إلى أخطائهم بصورة غير مباشرة. وبيوضح أيضا ضرورة ذكرك بأن الإنسان ليس معصوما من الخطأ حتى أنت شخصيا، لأن بالطريقة دي أنت بتجذب محدثك أن يكمل معاك الحديث من غير ما يشعر أنه مجبر على الدفاع عن نفسه قدامك.
وبيؤكد ديل كارنيجي على إمكانية تغيير الآخرين من خلال إظهار الحب لهم، لأن الحب هو الذي يظهر الكنوز المدفونة بداخل الناس. وبإظهار أن الخطأ الذي تريد تصحيحه يبدو سهل التصحيح، ويمكنك أن تغير أي إنسان من الأفضل عن طريق ذلك. أما القاعدة الخامسة والأخيرة فهي خاصة بتكوين حياة زوجية سعيدة. يقول ديل كارنيجي: إذا أردت أن تظل حياتك الزوجية سعيدة فلا تتصيد النكد، ودع شريك حياتك على سجيته. فأحد أهم أسباب التعاسة الزوجية أن أكثر من 50% من الزيجات الفاشلة والتي تحطم الروح الرومانسية على صخور المحكمة هو الانتقاد العقيم الذي يكسر القلب ويذل النفس. لذا إذا أردت أن تحافظ على حياتك الزوجية سعيدة لا تنتقد، ويجب على الرجال أن يعبروا عن تقديرهم للجهود الجبارة التي تبذلها المرأة لكي تكون بمظهر لائق.